السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أهل بيت الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. يقول السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه: عندما نريد أن نواجه الذكرى الحسينية في المنطق الإسلامي لابد أن نطل على جانب آخر، وهو دور شقيقة الحسين عليه السلام ورفيقة جهاده السيدة زينب عليها السلام. هذه الإنسانة التي عاشت روح القوة في الإسلام من الموقع الذي عاشه الحسين عليه السلام، لأنها تربت في حضن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أحضان فاطمة عليها السلام وأمير المؤمنين علي عليه السلام، وعاشت مع أخويها الحسن والحسين عليهما السلام. لهذا أصبحت الإنسانة المملوءة علما وإسلاما ووعيا وقوة. هذه الإنسانة التي كانت تشد أزر الحسين عليه السلام وتواكبه في كل أوضاع المأساة في كربلاء، كانت مع الحسين عندما كان يعيش أفكار الموت وهو يردد: يا دهر أف لك من خليلي. وأرادت من خلال لهفتها وصرختها أن تشغل الحسين عن ذلك، ليتحدث لها ولينفتح الحديث في اتجاه آخر. وهكذا رأيناها عندما يسقط علي الأكبر عليه السلام، كانت أول إنسان تستقبل الحسين لتخفف عنه. وعندما كان يفقد القاسم أو العباس أو أي شهيد من الشهداء، كانت زينب كما تقول السيرة الحسينية هي التي تقابل الحسين لتحتضن كل آلامه وكل عناصر المأساة في ذاته. كانت ترافق مشاعر الحسين كما كانت ترافق أفكاره، وكانت تشعر بمسؤوليتها في أن تظل الإنسانة التي يشعر الحسين عليه السلام أنها معه، تشاركه فكره وتشاركه ألمه وتشاركه موقفه وتشاركه كل تطلعاته. ولهذا من الصعب أن تقرأ حادثة في عاشوراء إلا وزينب لها دور وحضور في تلك الحادثة. وعندما استشهد الحسين عليه السلام ينقل عنها أنها قالت وهي ترفع جسد الحسين عليه السلام: اللهم تقبل منا هذا القربان. إنها لا تشعر بالمأساة الذاتية، إنها تشعر بأن المجاهدين سواء كانوا أنبياء أو أئمة هم القرابين التي تقدم إلى الله من أجل رضاه ومن أجل إعلاء كلمته وتثبيت رسالته. وهكذا كما يقول السيد، وهكذا رأينا زينب تسير في موكب الأسر وهم يسيرون بالنساء وبعلي بن الحسين عليه السلام إلى الكوفة في الطريق إلى الشام. رأينا زينب القوية الحكيمة في مجلس ابن زياد. ينقل التاريخ بعض المواقف في هذا المجال، عندما أدخلت على مجلس ابن زياد لبست أرذل ثيابها وتنكرت، لأنها كانت لا تريد له أن يعرفها، ومضت حتى جلست ناحية من القصر. قال ابن زياد: من هذه؟ فلم تجب. أعاد الكلام ثانية وثالثة يسأل عنها،
فلم تجب. فقالت له بعض إمائها: هذه زينب بنت فاطمة عليها السلام، بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقبل إليها ابن زياد، خاطبها بما فيه من الشماتة والجفاء والغلظة والجرأة على الله ورسوله كما تقتضيه أخلاقه. قال لها: الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. أجابته عليها السلام وهي في هذا الموقف الضعيف: تبقى الإنسانة المسلمة القوية التي تحمل الرسالة ولا تخشى في الله لومة لائم كما علمها الإسلام ذلك. قالت له: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطهرنا من الرجس تطهيرا. قال لها: الحمد لله الذي فضحكم. لاحظوا ردها. قالت عليها السلام: إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. كأنها تقول له: أنت الفاسق الفاجر، وأنت الذي افتضحت بجريمتك، ولسنا الذين افتضحنا بجهادنا. قال: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلة. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم يا ابن مرجان، فتحاجون إليه وتختصمون عنده، فانظر لمن الفلج أي الفوز يومئذ. ثكلتك أمك يا ابن مرجان. أرادت عليها السلام أن تذكره بنسبه غير الشرعي من خلال نسب أبيه. غضب واستشاط حين أعياه الجواب، لم يستطع أن يجيب، فكانت تقابله بكل جرأة. هنا لجأ إلى السب والشتم. قال لها: لقد شفى الله نفسي من طاغيتك الحسين والعتاة المردة من أهل بيتك. فقالت له هذا الجواب حين أراد أن يستثيرها عاطفيا، قالت له: لقد قتلت كهلي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي، فإن كان هذا شفاءك فقد اشتفيت، لأنك لا تحمل معنى من معاني الإنسانية. ثم التفت إلى علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، قال: من أنت؟ قال: أنا علي بن الحسين. قال: أليس قتل الله علي بن الحسين؟ قال عليه السلام: قد كان لي أخ يسمى علي قتله الناس. قال: بل قتله الله. قال علي عليه السلام: الله يتوفى الأنفس حين موتها، ولكن الناس قتلوه والله توفاه. غضب ابن زياد وقال: ألك جرأة لجوابي؟ اذهب به فاضرب عنقه. تعلقت به عمته زينب وقالت: يا ابن زياد، حسبك من دمائنا. ثم عانقت علي بن الحسين وقالت: والله لا أفارقه، فإن قتلته فاقتلني معه. فقد كانت متحملة مسؤولية علي بن الحسين عليه السلام، ورددت: لا يمكن أن أسمح لأحد بأن يقتل علي بن الحسين الذي هو وديعة الحسين عندي. إذا أردت أن تقتله فاقتلني معه. ثم قال لها الإمام: صبرا يا عمتي حتى أكلمه بطريقة أخرى. قال له: أبي القتل تهددني؟ أما علمت أننا قوم لا نخاف الموت؟
القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. وبذلك كان موقف زينب عليها السلام الموقف الذي يمثل القوة الروحية التي استطاعت من خلالها أن تلقم هذا الطاغية حجراً في مجلس ملكه وأن تنقذ علي بن الحسين. وعندما دخلت إلى مجلس يزيد وخطبت خطبتها كان يزيد يتحدث معها بلهجة الطاغية وهو يستعرض السبايا، ولكن زينب عليها السلام واجهته بكل قوة وقالت: أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وأفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارة أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورة حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا مهلا مهلا. أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ والطلقاء هذه تذكرة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عفى عن أجداده عندما قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء في مكة. قالت له: أمن العدل تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههم تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناقب والمناقل، إلى أن تقول له بعد ذلك: اللهم خذ بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. فوالله يا يزيد ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سوى لك ومكنك من رقاب المسلمين أنك بئس للظالمين بدلا. ثم تقول له بعد ذلك: أنا زينب، أنت لست بمستوى أن أتكلم معك. هكذا يعلق السيد: ولأن جرت علي الدواهي مخاطبتك هذه الحالة جعلتني أن أتكلم معك، إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكبر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. ثم تقول له بعد ذلك: فكد كيدك، افعل الذي تريده، وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. هذه
هي زينب الإنسانة المسلمة القوية التي لم تستطع كل الضغوط وكل الآلام وكل الفجائع وكل المآسي أن تسقط موقفها وأن تجعلها تنسحب من الساحة. وعندما نقدم زينب عليها السلام إلى جانب الحسين عليه السلام، نستذكر أن أمها فاطمة عليها السلام كانت إلى جانب علي عليه السلام، وأن جدتها خديجة عليها السلام كانت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونفهم من هذا أن الله يريد للمرأة المسلمة، هكذا يقول السيد، أن تقف وقفة الحق، وأن تواجه الظالمين، وأن تواجه الطغاة، وأن تملك القوة في المواقع التي تفرض عليها أن تقول كلمة الحق. فالله تعالى لم يكلف الرجل فقط فيما هي مسألة جهاد المواقف، بل كلف المرأة والرجل. قد لا يكون كلف المرأة بالجهاد المسلح، ولكنه كلفها بالجهاد السياسي الذي تقف فيه ضد الظالم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا فإن الله كلف هذا وكلف تلك، ومسألة عاشوراء هي مسألة الرجل المسلم والمرأة المسلمة والخط الإسلامي الذي يجب أن يتعاون فيه الرجل والمرأة من أجل بلوغ الغاية في نصرة الله ونصرة دينه ونصرة رسول الله. والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أهل بيت الحسين وعلى أصحاب الحسين، ورحمة الله وبركاته.